هو الوضع اللي احنا فيه يعني لا يمكن ان احنا نرجعه لسبب واحد. احنا امام ظاهرة معقدة ولها يعني مجموعة اسباب متشابكة. ولا يمكن ان احنا نقول انه في سبب واحد تسبب فيما وصل له حال المجتمع الان. الاعلام طبعا الاعلام له دور، ولكن هي الفكرة انه قدرة المجتمع على مواجهة حقائق نفسه كانت قليلة. احنا مجتمع ما زال يتعرف على نفسه، مجتمع في فترة في 60 سنة اللي فاتوا لم يكن يعرف حقيقته، خصوصا انه قعد 30 سنة كل شيء فيها بالانتخاب اصبح بالتعيين. مجتمع ما كانش عارف يعني مصادر قوته ولا نقاط ضعفه، مجتمع ما كانش عارف حقيقة المخزون جواه حتى على المستوى الضيق والمستوى العلاقات الفردية البسيطة. الشعب المصري أول مرة يقابل الشعب المصري كان يا إما في الميدان يا إما في اللجان الشعبية. أنا يعني أغلب أصدقائي ومعارفي ما عرفوش جيرانهم إلا في اللجان الشعبية غالبية، وأعتقد أن دي حالة عامة كتير جدا فينا، ما عرفناش جيراننا إلا ما وقفنا معاهم في اللجان الشعبية. وفي نفس الوقت حالة التعارف، ناس كتير من اللي كانت موجودة في الميدان عمرها ما شافت يعني إيه واحد ليبرالي أو يعني إيه واحد، يعني الناس اتعرفت على بعض في الميدان وفي اللجان الشعبية ومن خلال أحداث الثورة، وإحساس بأن إحنا مش مجرد مجموعة بشر اتجمعوا في مكان، لا احنا في روابط قديمة بتربطنا وروابط حديثة، وان احنا أمة، ان احنا شعب، في حاجة بتربطنا، مش صدفة يعني ان احنا طيارة رمتنا بالباراشوت واتجمعنا هنا، يعني لا، هناك رابط يربطنا قوي اسمه مصر.